قال ابو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار انه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال انك امام عامه ونزل بك ما ترى ويصلي لنا امام فتنه ونتحرج فقال الصلاه احسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساؤوا فاجتنب اساءتهم وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى ان يصلي خلف المخنث الا من ضروره لا بد منها